فادي ابراهيم ممثل لبناني قدير عنده عشق ملفت بعالم وسباقات السيارات. برنامج دريفن دعيلة لمحات تفحيطية مع عبدو فغالي. جرأة فادي وكل عشقه وعلمه بعالم السيارات ما فدوا ابدا، والنتيجة رح نكتشفها نحن وياكم. جاي على دريفن اليوم to be driven، يعني مش انا اللي راح سوق، راح ينسق فيي لشوف شو راح تكون احاسيسي وشو راح نعمل على الطريق. طبعا عبدو كلنا بنعرفه، بنعرف قديش بيتمرجل بسيارات، قديش لوين بيقدر يوصل فيهم، قديش الأدرينالين اللي بيعطينا إياه من خلال شوفرته لأنه he's good. هلأ رح نشوف، رح جرب ورح أنتوا تشوفوا وتشوفوا قديش رح كون معه. فعسلام إن شاء الله. يا أهلا وسهلا فيك فادي. هاي. يعني قدي بدي أقول لك أنا مبسوط ومحمس اليوم إنه رح يكون فادي إبراهيم قاعد حدي وعم نقدر نختبر الدريفتينج سوا أنا وأنت. ما بعرف إذا أنت بتشاطرني بهالإحساس كمان أو. لا أنت عادي. بدك تختبر، أنا ليش بدي أختبر؟ لا إنه أنا حلو، أنا قدي بحضرك مثلاً. أنا بعرفك أنت بتتابع رياضة السيارات، إنه حلو هيك قاعدين مع بعضنا شي مرة ونعيش هالتجربة سوا كمان. يعني تخيل أنت إنه معقول ما يكون مارق علي هالخبريات. نحن من ايام ستوكار، ما بعرف اذا في ايام ستوكار كان بعد كانوا قبل كثير يعني ما هي مدينة رياضية وتكسير وهالخبريات. نحن انت يعني نحن ما رح نعمل شيء خطر اليوم، رح كل رح نعمله شويه دريفتينج هيك تفنن بالقياده اذا بدك يعني، بس هيك انه فيلينج لانه هيك بركي نقدر نعمل شويه شات نحن وعم نسوق. بدك تخوفني يعني؟ انه مش خوفك بس انه شوي رح نجرب، بدي اشوف هلا اذا رح تاثر علي بهذا الحركه. بتقول ايام ستوكار وما ستوكار، يعني بعتقد هذا الشيء يمكن بينت لك هيك رح يكون، مش انه بينت، يمكن يكونوا شوي يعني اهم شوي من البينت اكيد بس انه بالسيارات الي مرق فيها ومرقت هيك بحياتي بفترات سقت فيها سيارات سبور والله مثل شو مثلا شو كان السيارات؟ يعني كان عندي ثاندربيرد، فورد ثاندربيرد كانت كولكترز ايتم، كان عندي أي موديل زد عم نحكي السيارة هي كانت موديل 63 وكان عندي الزد 1 اللي كمان لها علاقة بهالحركات اللي بتعملهم يعني يمكن ما نلاقي شيء جديد اليوم أو يعني ما بعرف هذا ترجع لك هلا شوف شو فيك تعمل كان نطلع السيارة لكين ونشوف إذا رح نقدر نعمل شيء. أوكي قلت لك كان انت بتحب رياضه السيارات وعندك كان سيارات وتعمل درفتنج قبل فيه ايه بس ما كانوا هالقد السيارات. كيف يعني قصدك هلا منيحه هي السياره عجبتك يعني؟ عم نحكي فاجيني كيف هيك بدك في شيء واو عزوقك؟ اهو شو عزوقي شو عندك هلا اخر انجازات؟ هلا عم نصور مسلسل سبع حلقات عم بطول ليطلع الكلمات اسمه الوداع، ما انا شوي عم بركز لحتى اشوف كيف عم نروح اسمه حاسس عم نروح يعني هو المسلسل اسمه وداعا مش انه ايه وداعا. طيب ليه كل شغله هلا انت حاسس نحن عم نعمل هلا شيء خطر مثلا؟ لا ما هي مش قصه خطر، شايفك عم تطلع من الشباك في شيء زي بحس انه اذا عملنا كورس انا وانت مثلا دريفتنج بتقدر ان انت بتقدر توصل على الدريفتنج تعمل مثل احنا عم نعمله هلا حاليا مثلا؟ قد ما انت عم تعمل اكيد لا، ومش بهالسرعه شيء قريب عليه مثلا يعني مثل هلا مثلا دونت يا لطيف
ايه هيدا كان اسمه دونات. هيدي دونات. دونات ممنوع عني الحلو انا اصلا. عرقنا. هلا خبرني انت كلهم بيعرقوا اللي بيطلعوا معك؟ لا هو الكل بيعرق بس انا ليك طلع انا ما في شيء. ليه؟ بركي انا لابس انت يمكن كنت طويل. لا يمكن. هلا قلت لي الحماوي الجوانية. قلت لي ما بتحب الحلو. مش قصدي ما بحب، ممنوع عن الحلو. ما كنا عملنا دونت عندي يعني. حلو زيادة بجسمي. نحن الدونت تبعنا بلا سكر اصلا. دونت تبعنا بيجي في هيك اعطيتني اياها. هي خلطة سرية دخنت دولية بوريحة. دونت على الريق. خبرني شو كان، كيف كان شعورك؟ شعوري ما لحقت فكر فيه، ما لحقت. ما بعرف قديش حسيت، كانت الشغلة أسرع من الإحساس تبعك. أوكي. يعني عم جرب إلحقك، بدي أسمعك، بدي ركز معك، وعيني على الطريق، وبدي أشوف شو بدك تعمل. ايه بدنا غيرتي، بدنا منش فيها يا شباب. اذا عندك بكره حدا من ولادك مثلا قالوا له بده يطلع درستنج ران مع عبدو الغالي، لازم بتامن بعتقد. ايه طبعا معنا. طبعا لحقت انا وطلعت انا خلص. كثير منيح لك. بدي اشكرك. ثانك يو. ويعطيك العافيه. ثانكس وجود لك بكل شيء. عم انت بتعمل لي كورس فيها هلا؟ هيدا اللي حكينا بس مش على الكاميرا بس. بدك نحن هون على رواق ونحن جاهزين. يلا يلا. بهالاجواء حلقه دريفن لليوم توصل لنهايتها. اكيد رح نرجع نتلاقى نحن وياكم الاسبوع القادم. لكل اللي ما حضروا حلقتنا فيهم تابعوها على شاهد.net. ايضا فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقعنا الاجتماعيه فيسبوك وتويتر. نتلاقى بالاسبوع القادم. باي باي.